وقوله وسبحان الله التسبيح والتنزيه، وهو تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به. وفي هذا بيان ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من تعظيمه لربه عز وجل وتنزيهه له عما لا يليق به. ويستفاد من هذا أن من لم يسر على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فهو سائر في غير طريق الله، ومن كان يسير في غير طريق الله عز وجل لابد أن يكون مآله إلى الخطأ والزلل في حق الله عز وجل. ولذا قال وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبحان الله يعني أنزه الله عز وجل من أن يكون له شريك في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. وقوله وسبحان الله فيها من الفوائد أن الشرك لله عز وجل قبيح، وعلامة قبحه أنه جل وعلا ينزه عنه، فمما يدل على قبح الشرك أن النبي صلى الله عليه وسلم نزه ربه عز وجل عنه. من الفوائد فضيلة التسبيح، وأن التسبيح يؤجر عليه العبد، فهو من أجل الأذكار